يا صباح الورد شهد وابراهيم، صبح عليكم مره ثانيه من اربد من هذه الجمعيه، جمعيه زخات الخير الخيريه، وهي فعلا اسم على مسمى لانه عم بتقوم بتدريب الفتيات، واستغربنا انه مش فتيات يعني كبار، هن فتيات صغار. لما سالناهم ليش قالوا حتى تكبر معهم المهنه وتمكنوا منها. صناعه الفخار بتعرفوا قديش اصبحت يعني قديما، يعني اي لقى اثريه، اي حفريات اثريه بتلاقي انه كانوا يستخدموا في القديم الفخار، فهي اواني صحيه 100%. الان اصبحت المطاعم الكبيره تستخدم هذه الاواني والصحون الفخاريه لانها من الطبيعه، وبالتالي هذه المهنه هذه الجمعيه اخذت على عاتقها انها تعيد ألق هذه الصناعات الفخاريه من خلال هذه النخبه من الفتيات الصغار حتى تكبر معهم المهنه. بنصبح على رئيس الجمعيه ختام الفايز، صباح الخير، نقول لك يعطيك العافيه. يعطيك العافيه، صباح الخير وشكرا لكم. طبعا اول شيء بتوجه بالتحيه لجلاله سيد البلاد عبد الله الثاني بن الحسين ولجلاله الملكه رانيا عبد الله الداعمه للسيدات. طبعا احنا جمعيه حرفيه دربنا تقريبا ما يقارب 1000 سيده حرف يدويه، ومن ضمنها حرف الفخار. طبعا حرفه الفخار هاي حرفه مميزه قديمه حديثه، أصبح يعني حتى الاستخدامات في كما ذكرت بالمطاعم للتحف لأي استخدامات. بعدين هي الحرف اليدوية هاي بالذات حاليا كاسات القهوة صحية، فرجعنا إعادة مرة ثانية نعلم الصبايا الصغار هاي الحرفة على أساس إنها تكبر معاهم ويعني يكون يتمكنوا منها تمكين كويس. بالتأكيد يعني احنا شايفين انه صبايا صغار يعني اعمارهم دون 12 عام، فليش استهدفتوا هاي الفئه يعني؟ لا يعني لسه قدامهم بكير على العمل، فهل راح مشان تكبر معاهم هاي المهنه وتمكنوا منها بشكل كبير؟ طبعا عشان يكبروا مع يعني الصبايا الصغار استيعابهم اسرع يعني، فاحنا بدنا اياهم نمكنهم انهم يكبروا يكونوا في ابداع في تميز بالحرفه هاي. بالتأكيد هم كمان طالبات مدرسة أغلبهم كلياتهم هنا، هذا مشان كمان يعني يمشوا وقت فراغهم بشيء مفيد، بعمل مفيد، حتى ممكن لما تروح على بيتها عند أهلها تعمل هالإشي. فبدنا نشكرك ست ختام. بدنا نحكي مع نتعرف عليكي. اسمي غينة الفايز. غينة ما شاء الله عليكي، يعني أنا بعرف أنك أنت عم بتدربي زميلاتك صح؟ تحكي لي عن كيف بتدربيهن ومين علمك؟ أنا بتعلم منهم بالجمعية من عمته، بتكون عمتي وبتعلمنا حرف يدوية وقامت بتعليمنا، يعني صرت أنا أدرب معاها وأعلم الأطفال اللي بيجوا على الجمعية. كيف شايفة زميلاتك اللي بتدربيهم؟ يعني هم في منهم أكبر منك، يعني بسمعوا لك كويس إنه اعملي هيك واعملي هيك؟ بسمعوني ومتقنين يعني للشغل وهاي، وإحنا بنشتغل كتير منيح، وبحب أحكي شعر عن الملك عبد الله. سيدي عبد الله الثاني بن الحسين قائد الجيش وهو. عارفين انه انت شوي هيك ارتبكت شوي، بدنا نقول لك يعطيك العافيه ما شاء الله عليك. غنى كمان هنا يعني عم بيعملوا على تلوين هذه القطعه الفخاريه حتى تكون ايضا تحفه تنوضع بالبيت، وعم بيشتغلوا عليها بشكل انيق بالوان زاهيه حتى تكون تحفه في هذه المنطقه. ايضا الجمعيه يعني زي ما انتم شايفين فيها العديد من الشغلات اللي عم بيشتغلوها، ليس فقط الفخار، هناك ايضا اللي هي السلال القش وايضا الشماغات، وبالتاكيد هذه كلها بتساعد الاسر على انه تكون عندها يعني مهنه تمكنها من انه تدخل سوق العمل. زي ما انتم شايفين مع الزميل ادريس، يعني هذه منتجات الجمعيه، جزء كبير منها كلياته طبيعي من السلال اللي بيستخدموه من خلال هذه القش اللي هو قش تاع القمح، والقصيب اللي بيجيبوه من الحمى الاردنيه. مين صباح الخير، بدنا نحكي معك، يعطيك العافيه. احكي لي عن نتعرف عليك بدايه. رهف حويطات، اداريه مدربه بالجمعيه.
رهف، تحكي لي عن يعني شو أنتم عم تشتغلوا بهذه الجمعية والفئات اللي تستهدفوها؟ إحنا شفنا بنات صغار، هل هنا كمان بنات كبار بيشتغلوا فيها؟ أكيد. هسا طبعا إحنا جمعية خيرية بنقوم تدريب السيدات عشان نمكنهم يدويا وحرفيا وعشان يفتحوا سوق عمل بالمنازل. طبعا احنا هون شو بنعمل؟ نعمل تدريبهم وبعديها بندربهم على الحرفه وبعديها بندربهم كيف يعملوا التسويق والباكجينج عشان يفتح سوق عمل عندهم بالمنازل. يعني شايفين انه كمان بس كمان في صناعه الصابون الطبيعي عندكم عم تشتغلوا والشماغات والتهديب، تحكي لي عن هالامور هاي. طبعا احنا هون عندنا مدربات خاصين بالتهديب ومدربات كمان بالصابون، طبعا صابون بشمل صابون طبيعي صابون معطر، يعني كل اشي له هدف. قديش يعني مدة الدورات عندكم هون؟ كم مدتها؟ يعني شهر شهرين حتى يتمكنوا الفتيات من اتقان هذه المهنة؟ هسا حسب الدورة، يعني هسا في عندنا مثلا دورة تجميل بتقعد شهرين من 3 شهور، هسا مثلا عندنا دورة صابون بتقعد يومين يوم حسب الهدف منها. كمان شايفين هون عم تشتغلوا على الخزف يعني وعلى الاكسسوارات، يعني ما شاء الله جمعية متكاملة، كثير من الأمور تشتغلوا عليها، تحكي لي عنها، وخاصة لسه كمان نحكي عن إنه بنات صغار عم بيشتغلوا عليها. طبعا هون عندنا كمان حرفة الاكسسوارات، طبعا كمان هون بنمكن أطفال وبنمكن كبار فيها عشان حكيت لك يفتح سوق عمل، وكمان ذوي احتياجات خاصة كمان ونقوم تدريبهم عشان يفتح حكيت لك سوق عمل، وكمان هاي الحرفة بتمكنهم اقتصادي وكمان إلها ريع مادي منيح بهاي. شكرا، أنا أقول لك يعطيك العافية. يعني شهد وإبراهيم زي ما شفتوا اللي هذه الجمعية زخات الخير عم بيشتغلوا على هذه المواضيع المختلفة حتى يتمكنوا من أنهم يعني يتقنوا هذه المهنة، مهنة الفخار، مهنة الصابون، مهنة الإكسسوارات، كل هاي الأمور بيحتاجها يعني الشاب أو الفتاة حتى يعني تتقنها وبالتالي يعني يصير عندها فرصة عمل في المستقبل، خصوصا إذا ما كبرت وكان هناك يعني بتعرفوا الوظائف قليلة الآن، فهذول الشباب عم بيشتغلوا من الآن حتى يتمكنوا من هذه المهنة. نصبح عليكم من جمعية زخات الخير ونقول للزميل إدريس اللي مشى معنا هذا المشوار الله يعطيك العافية زميلنا إدريس.